رسالة إلى سكان حضارة الأنا والآن، فهم من التراب وإلى التراب يعودون. يمر بنا عابر سبيل وقد اقترب عيد الميلاد، ويسمعنا نهتف مهللين: ورد المسيح، ماراناتاه، أو المجد لله في العلا ولأبناء الأرض المسرة والفرح. وفي الوقت عينه يرانا بحلة العرس حاملين الهدايا، ذابحين العجل المسمن لحفلة الشواء، والأضواء والضوضاء من حولنا تلهي الناظر إلينا عن حقيقة من نحن وما أصبحنا عليه. يمر بنا عابر سبيل وقد اقترب أسبوع الألام والجمعة العظيمة، ويرى في عيوننا الدموع وآثار الظلم والعبودية بارزة على وفي وجوهنا، وآهات الألم الصامتة ترعب الأذان الصاغية، ويفتح الموت شدقيه في اليوم العظيم ليبتلع الحياة، وندخل نحن ومن نحب في اللا معنى، كيف لا وقد أظلم ليلنا. يمر بنا عابر سبيل وقد اقترب يوم الأحد بعد الجمعة، وهو الأحد الكبير، فتأخذه الدهشة لأن كل شيء أبيض اللون، حشود غفيرة في الكنائس والساحات، والكلمة الرنانة والأقوى: حقا قام، حقا قام، وتردادها المتكرر يغتصب شفاهنا، فنردد مع المرددين: حقا قام، حقا قام. وينتهي الاحتفال وتنتهي أيام العيد لترى الأبيض، وبطريقة غريبة وشيئا فشيئا يتحول إلى اللا لون، وغدا يوم آخر. يمر بنا عابر سبيل وقد اقترب عيد العنصرة، فتجتذبه ألحان ترانيمنا مسبحين ممجدين، الروح يجمعنا: هلما يروح الله، هل يستطيع الرب بي أن يصنع العجائب؟ مراسم التسبيح ولقاءات الصلاة تجتاح البلاد، شموع وحلل بيضاء، الجميع يسلم على بعضه البعض، وقبلة المصالحة تنعش الروح. هو يوم واحد، يوم الأحد، وليوم الاثنين حسابات أخرى. فالاثنين يوم عادي يعود فيه كل واحد منا إلى عزلته ووحدته، رغم الزحمة التي تحيط بنا داخل المنزل وخارجه، وتتبدد كلمات الترانيم كأن شيئا لم يكن، وكأننا إلى حد قريب في آخر حلم من أحلام الليل. إخوتي، إن عابر السبيل هذا هو يسوع. يسوع هو المسيح، هو ابن الله، هو ابن الإنسان، هو الإنسان، لأن يسوع يستتر في الإنسان. وها هو يقترب منا، يقترب منك أنت، يقترب منك أنت، يخترق مساحاتنا الشخصية وينظر إلى أعيننا، إلى عينيك أخي، إلى عينيك أختي، ويسألك ويسألك ويسألنا ويسألنا ويسألنا: ما معنى ولد المسيح؟ وأرى في حياتك آثار الشيخوخة وليس الولادة. ما معنى ماراناتا؟ وأرى في حياتك أثار الوحدة والإنعزال. ما معنى لأهل الأرض المسرة والفرح؟ وأرى في حياتك آثار الحزن والمرارة والندم. ما معنى آلام المسيح؟ وأرى في حياتك محاولات متكررة ومستترة للهروب من الألم. ما معنى مات المسيح؟
وأرى في حياتك لا مبالاة مزيفة تبعد حقيقة الموت عنك. ما معنى قام المسيح؟ وأرى في حياتك آثار اليأس واللامعنى والموت جلية واضحة. ما معنى الروح يجمعنا؟ وأرى في حياتك علامات الانقسام والغربة عن من تحب. ما معنى أن يصنع العجائب؟ وأرى في حياتك مظاهر الاستسلام للواقع وتجلي غريزة البقاء لا حقيقة الرجاء. إخوتي، كلنا في هذه الحياة عابري سبيل. قصتنا مع الألم والموت لن تنتهي، وستظل تتكرر، وسنورثها إلى الأجيال القادمة ونحن المسؤولون. إلا إذا، وفقط إلا إذا، كان الألم والموت مفتاح الدخول في عمق حقيقة الحياة وروعة القيامة. وهنا وبهذا فقط تتجلى المحبة. إخوتي، أليس جهلنا لحقيقة الحياة والقيامة هو سبب خوفنا من الألم والموت؟ إخوتي، نحن عابري سبيل، ولكن تذكروا أن دعوتنا هي الحياة الأبدية. الحياة الأبدية. الحياة الأبدية.